كثرت بعد شو شكلك بدي بسرعه يا حتى طال حق قدامهم جنب صار تحت عروضات شيء صح المجمع تعال حولي يا ناصر ناصر هذا الموز الناس ليش هذا اللي بخس ليش رح يدلي على ايش هذا الموز حفظ ابو الرب ما شاء الله يلا حي العيال يا مرحبا ابغى اعرف الموضوع اللي تسولف فيه لا ايش الموضوع عرفنا على اصحابنا معكم ابو عبيد اخو مرحبا يا سياح يلا حيه يا مرحبا ابو علي ارحب مليون ابو كذابي ما عندكم سالفه ما ادري يا سالفكم دقيقه وش السالفه وش كنتوا تتكلمون فيه دقيقه يا سلام خصوصيه ابو عبيد هذا مضيفنا اليوم الله يجد عليك ويكثر خيرك يا معين الباب يعني الله ما عدم فيصل خوي ما شاء الله الشخصيه ذا اخوك غريب احلى منك فيصل خوي محمد سيد هذا خالد المصري يطرد المصري اللي في شركة طيب كذابين اطرد ليش هذا من ذا هذا انا العامل حق هذا حق الاستراحة ريال ارحب مليون توقعت حق انا مين انت مين انا قلم ساي الله اكبر يا شيخ مين انا مين انت ساسا هو موجود انت مين انت ما في كلام مين كلام طيب مين انت مين هنا هنا في نفر ثاني يجي انت حاله هنا بس يجي انت مين انت ها انت مين قلم انت وقلم انت مين انت انا مين انت ما في قلم وقلم انت مين طيب انا قلم الله مين كلام انت صديق اسس ما في منهم ما طيب هل حن وحدنا في العالم احنا لحالنا هنا في فلوس ملم وقلم جيت الاستراحة لا ما في إلا ريان قلت هالعب بلايستيشن بما أني أعرف لعب نماي وأعرف أنا كيف لعبة إذا فزت رجدي لك 1000 ريال ويشهدون بعد ما تنتهي المباراة أصور وشوف النتيجة كم أنا النصر وهو برشلونة أنا ناخذ النصر عشان رونالدو 1000 ريال لك أحولها وهم يشوفون انفزت وتراني ماخذ النصر وهو ماخذ برشلونة أخوان واحد واحد والوضع حماس والرجال متحمس ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث اثنين واحد الريان هنا مرتدة مع تاليسكا 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 اوبا با 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 متوتر متوتر وش النتيجة 3-2 الله للف جاية يا ريان للف جاية التعادل 3-3 لا تلعن في رمضان با 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 با
أربعة ثلاثة لعبد الله فالح. باقي خمس دقائق وتنتهي المباراة. المباراة انتهت المباراة. فوز الأخ عبد الله فالح 4-3. ولد 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 راحت عليك الألف. المباراة انتهت المباراة. نبغى مقاضي العيد. انت انا ناقصني الصدق يا بوصل. انا ناقصني محل فيه حدي لا اله الا الله. الحقني بضبطك لان ناقصني. يعني نبدا معك يلا. الشيخ ممدوح. يا مرحبا نلف. نورتنا والله العظيم. طبعا هذا ممدوح شافنا جالسين وشاف الكرسي فاضي وقلط الله يبيض وجهه. ممدوح شفت قهوه؟ استشرب ممدوح. قهوه عربيه؟ تبي الحوله اللي في عيونك اذا في حوله تروح؟ تبي تفتك من النظارات اذا انت تلبس النظارات؟ شوف الصور اللي بعد المقطع هذا. ادري انك اذا رحت للنادي ما تعرفين وين اللي ينح في الجسم، وين اللي يبني الجسم، وين اللي يسوي، ما تدري عن شيء. واذا سالتي ما حد يعطيك اي شيء بالتفصيل، مستحيل انه في احد بيجلس معك بالتفصيل، الا اذا اخذتي مدربه شخصيه. بس بكم؟ 2000 3000 بالالاف، مبالغ تخوف. ولا عاد تعرفين كيف تنظمين اكلك. ولا عاد عرفتي تداومين، ولا تعرفين وش تاكلين اساسا. كل هذا محلول. الحل افيدكم. تقول لكم تحيطكم انا اضبطكم. جبت لكم متجر سيم الفخم موثق في موثوق وتحت ايدي متخصصه بالمجال ومن الاكثر مبيعا في هذا المجال بعد، لدرجه ان تروحين للنادي كل شيء قدامك قد شفته في الجوال، كل شيء قد شفته في هذا المتجر، كل شيء كل شيء في النادي انت لو رحت تلقاه في المتجر. وبشرح لكم اكثر واكثر وبالتفصيل. بس خلني طبعا الملفات واجد، بس قلت في البداية بوريكم ملف التمارين الرياضية في المنزل. يا اخوان الحلو في الموضوع دقيقين بشكل ما تتخيلونه في كل شيء، في كل شيء في كل شيء دقيقين، لدرجة ان حتى جايبين لك صور كيف تتمرن. يعني ما يحتاج ابدا اي متخصص او اي مدربة، مهتمين بادق التفاصيل. شارحين لك كل شيء، كيف توقف وين تجلس ومتى تنزل رجلك وكم مرة وكيف كل شيء، كل شيء شارحينه. طبعا هذه التمارين تسويها في المنزل، وفي رابط تسوي تمارين وانت في النادي، وفي رابط الأكل. بس تعال دخلت على ملف إنقاص الوزن. أنت متخيلين فيه ملف يزيد الوزن وملف إنقاص الوزن، وفيه كل ما تحتاج أكل، كل شيء كل شيء تحتاجه. والأكل مو محدود، لا حتى شوف إب المنيو كامل، المنيو موجود. تبي بانكيك فيه منيو البانكيك، امشي على الطريقة. المتجر هذا رهيب الصدق الصدق. قبل لا أشوف الأسعار كنت أتوقع أنها في 100 وعليها، أتكلم جد. شوف الأسعار كيف. يمكن في أحد منكم ما يثق. طيب خلينا نشوف آراء الناس. أنا بدخل بالصدفة كذا هنزل. شوف رائع، تمارين مناسبة جدا ومفيدة، برنامج قوي واضح، شرح وافي، وخدمة العملاء جدا جدا مريحة ومتواجدة بخدمة بعد البيع. كانت أزمة في ملف واحد. نقطة مهمة، بعد الشراء يوصلك الملف آخر الفاتورة، وإذا ما وصلك آخر الفاتورة بيوصلك عن طريق الإيميل، وإذا ما وصلك عن طريق الإيميل خلال 24 ساعة أو بالكثير 48 ساعة ويوصلك عن طريق الواتساب. أدرك ما تشتري. يا ربع ما أدري وش العلب يا ربع. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. يا عيال الحين احنا نعبي بنزين صح؟ القطة لو سمحتوا خليك معي خليك.
ما عليه بتحول انا ابوك. يلا لا يا انت حتى قميصك يا لجودي يعني ودي انك ارتحت. حولت اول واحد. ها؟ حولت اول واحد. ايش فيك طيب؟ كم ما ودك انك تحول؟ والله اني احبك انا بدري الدراهم يا عبيد. والله اني احبك انا بدري الدبارك. انا بدري الدبارك. حول عبيد. والله شوف اي واحد صاحب غنم صاحب تجاره في الغنم ما يظهر ريال لعقب طلبك. ها حول حول. حول حول خلص حول. لا ها ابشك عادر مع احترامي لك يا ولد. لا ها ابشك عادر مع احترامي لك يا ولد. مع احترامي يا ولد. دقيقه دقيقه حط جوالك حط جوالك. لا بكيمي. لا لا بكيمي يا عيال. باقي ما قلنا بسم الله. لا حط جوالك. باقي ما قلنا بسم الله. يلا نستعد بالله. الشيطان ملعون. الشيطان ملعون. احنا على باب سبع. بمالي أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا. البر والتقوى. البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم هون علينا سفرنا هذا. واطوي عنا بعده. واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر. اللهم انت الصاحب في السفر. والخليفة في الاهل. والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من عثاء السفر كعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. الله. يا ضيعتوني تراني معك الشعر هنا. ليه خويك؟ دبابات بحرية كلكم تلعبون طلابين في نص البحر على الدوش. دقيقة دقيقة دقيقة. لا لا لا. بالله ربا وبالإسلام دينا وهدي على الموتر عشان ما تنزل راكبة. مش فيك شمسة جرتك؟ ما قد ظهرت الشمس. لا تخلني اسوق يا حد 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 خليني ما يسوق. حد انت اللي وخ بو يقول لا تسلم انه ما يسوق. انزل 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 هذه خلاص انزل اللقم شي الموت بلطمك على يدك انت ما لزق بعد ورعاء اي انت الله اني صان ترى بقتل عليك خلاص خلاص انا الصور حرمت ترى مسحك ساك اتوقف تسويق بشيد ترى كسر الله يهديه شاعر يا بشيد شريفه شوف انت لفتي انا ما لو اخوك يا بشيد حق ريان الومك يا ايش تقول بوزي ابو حسن هلا ايش عندك انت احرام حبيبي في احرام ما عندك تمام انا رايحين عشاء شيخ مشان خلاص بجي لا امشي امشي روح بجي عبى بنزين ايه عبى بنزين والله انت هالطول مسافر انا بطلب سنتر رسول ايش قال الاجر بجر صح الاجر الله يبيض والله يرجع لي يديني احبه والله احيانا يصير يبغى يثبت له احنا مسافرين 30 يا بيت على خشمه نزل شنطه ايش في على شنطه قطا ايش قوم انه نزل لك الشنطه انه ما شقوا مع الشنطه يحذفها الله يرحم ترضاها على ام خالك الله يرحمك مقدمه ترضاها على خالك انا مقدمه هو اللي بدا طلع الشنطه شوف عيني الثنتين من اقتراح الامذن كنت تركبونها في الشنطه والله ما فيني من طلق ابوك السوق وين يا عيال وين لا تري اركب محل وانا بمهدي ونعم يا بمهدي خبرك يا رجال يا صاملين اركب يا رجال
هتشبط يا عبود يا عيال انتوا صاملين انت اللي بديت يا ريان والله ما عليه يا ابو شجعان تحمل والله تحمل تحمل يا ابو شجعان تحمل تحمل لان الامور مصلحه يا عيال انما ركبته في الشنطه عادي يلا 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 جايينك جايينك يا ركبته في الشنطه زين ساكت محترم امشي امشي اي اي اسمع لك صوت بتنزل والله انا خليه انا اقول اسمع لك صوت بتنزل اقول انا خليك تشر اي اسمع لك صوت اسمع لك صوت اي والله ما عاد يجي لها عايده والله اني انا خايف لا اجي مكانها في وجهي هلا في وجهي في وجهي طيب حجي تجي الشنطه ليه خلاص ريا بنا تريد تمزح وانا اخو عمك وتقول امك عاد تمزح هبدك عاد تمزح معك حول حول حالك نفسك حول 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 اول اجي العايد ايه ما عاد بعايدها والله ما عاد يعودها والله ما عاد يعودها ربما جاك شيء ما عاد معودها انا ازيد تمزح معهم يا ريان ريان تعال ركب تمزح يا ريان لا زع زع خليه يركب خليه يركب بكره ما يتحمل مزح خلاص يا ابو حسن في وجهي ذا المره كان ركبوا شنطكم يا ولد انتوا زيد انتوا لا خطركم خلوها وسيعه خلوا خطركم وسيعه طيب الذنب على ان مش عينه ما يفيد الكلام ماسكين ماسكين ماسكتلي بالغرام بالحب جنة وما ابن ابن يا طرد ابن خلك اخو علي انزلي لبك بيبا هو ايش اللي نحن كنا نغني نحن كنا مديدة نحن كنا نغني مديدة ايه لا ايه نطمت السواق انت ايش قال يا نزل لي ايه ما تعطب يا ناصر بيضا ما وين بيضا العب عرضي يصلحكم هاي يصلحكم كيف يسلك كيف يسلك بلجيك ايش فيه مطبخ سكه ويروحوا المستشفى مكه تدخل العجوز ابغى اشوف ولدي ابغى اشوف ولدي مات ايه في الثلاجه اول شيء الله يرضى في شباب الجنه ان شاء الله ان الله يرحمه ان الله يبلغ يسك من فردوس الاعلى يا رب اسلم اسلم لا اله الا الله مات الله يرحمه لا واحد ادعى الربع اسال الله ان الله يبدله دار خير من دار اللهم امين الله يجعل الجنه خليك خليك اسمع اليوم ايش كنت افتح الثلاجه لا اله ايش فيها براثير سولف ولا لا من الاخر اسلم اسلم ما عاد نسولف والله تكمل كمل 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 انا ادري بيها نسولف عندي سؤال يا الربع والسؤال كالتالي تخيل انك في قارب وانكسر وحولك قروش اللي هو سمك اللي قرش كيف بتتصرف الجواب يا ابو سيد اخر واحد ابو حسن وش جوابك في قارب وانكسر يعني غرق وحولك قروش اسمك القرش اللي تاكل البشر انا بجمع قروش واجمعها معي فلوس لولي لا 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 احنا في الخط لقينا ذا الغيال الماء قلت ميد العيال بما ان احنا مبسوطين ومروقين عيال والله تحدي على السريع بالله اتحدى احد منكم ينزل منه لين يلمس الماء ويرجع كم على تحدي خلاص لا يرجع يطمر في البطحه يلا كلكم لو كلكم ورا بعض يلا يلا ما عبود يلا عبد الله ما انا راح ما شاء الله سريع ما شاء الله انت سريع مره
عند سريعين يا ولد. كيف قدرت بالله؟ ما شاء الله يا السمكة دريا. ما شاء الله عليكم يا ولد. مش دوروكم حد يجيبكم يا رجال. انا دوتك يا رجال من ذا التحدي من يوم الله يفحمهم. سؤال في الزمن. امشي. طلبت ابو حسن وافق. بيض الله وجهك يا ابو حسن. ايوه تاخذ تحول 200 يا اخو. ما لهم هل هم خليت لهم معنى يهملهم الرحمة. وين رايح يا ابو مالك؟ ما هنا مكه يا ربع. عمره يلا 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 على مكه. يلا مكه صريح. خبرك صام العبي على خالك. خالي سكن ناصر سكن سكوم. يلا يلي ولا اشكم على خالي. ها اشكم اشكم. اهلا اهلا. انا هذه اخو علي. اخو ريت تفاصله ريت تفاصله. اخو اخو علي. يلا السياره اشوف. اخو علي ايش كان اخو يا عيال. انا ما قلت لا توقفون. اخو علي ريت تفاصله ريت ريت والله اني اقدر ما اسوي. ابو مان ابو مان حي والله حي والله. لا حي. اخو علي اخو علي اخو علي يا رب ما يشوفني. يا رب ما يشوفني. يا رب ما يشوفني. ايش حالك؟ الله يعافيك. المصفر الممالح. ها ابو حسن. ابو حسن تعال. كيف يشوف الحين؟ ابو حسن. ابو رشني باخضر ماء. اخضر ماء. ايش فيك يا رجال؟ الواحد لازم يكون ربح. انتبه ايش في يا طردو. ايش ايش يلا يا مش فايك. امشي ايش في ريان. انا عبد الله فالح. قوم نجدل العيش. هلا ولد كيف تجدلها؟ ها؟ كل واحد يومك على تمام. يعني كل واحد ياخذ عيشته. ها؟ ما يجيبونها لنا هن؟ هن؟ ولد ولد ايش ذا الزحمه؟ ايش ذا الزحمه؟ قبست 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 قبست. هنا يبغون تصوير. انت شايف ستاير كيف؟ واحد شايف ستاير كيف؟ حطه تحت. الحمد لله ونشكره. ابشر الحمد لله. يا رجل دام هم مجمش بندم. شو شو صحن مجمش الخدم. انا بجي هنا في المنصه. الله الله يا خربوش في الطربوش. الله سيارة ركبها. ركب عبد الله. ولد 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 من هو؟ ارحب يا ابو حزام. ولا تعبت ولا تعبت. شو عاد عاد يا عبد الله. عبد الله يبلك الا بعد المغرب يفك. عارفه ما يمديك. ايه عندي ثنتين عدي له سمبوس. ايش جبت؟ كيف حلو الدون؟ اوه كيف حلو انت حلو يا اخي. شرب بس سعد. ما جبت له صحن واحد. افتح برتك. يلا. اجر كن اخوك. ذا اقل لحوم. قول يا عبد الله. الكنافه في محلها. هذه شو اسمها؟ هذه شو اسمها؟ اسمها القبيه. الرجال يقول كنافه. ايوه الناس اللي بتخس. هذا المود كنا المود. للناس اللي ايش؟ هذا اللي بتخس. اللي بتخس. بتخس انت وجهك. بتخس قا. خسي. لا. يلا المشي. روح. روح انت يا عبد الله. ايوه. باقي انت. والله انت روح. حلفت. حلفت. بتجرني. ايوه امشي. يا في يا واحد يلا فك. ما انت بتاكل بس شو اللي توك من هنا؟ ايه العين هذه ما تروح تستعد باقي ياكل رز. محمد خوي الله حيه. مرحبا. الشخصيات الله من اول. يلا يلا جيبوا ثلج يلحقون عند البيت.
ما فيه ما نحترك. ايش فيك ما تلتفت زي؟ ها؟ حروي الربع تسحروا تسحروا جعل والله في العافية أبو شجعان، جعل في العافية أبو حسن، جعل في العافية عبود الله يعافيك. إي والله إيه 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 بيض روح، جعل في العافية الطويل الله يعافيك. نورك يا حبيبي ملي إيش فيه إيش دخلها؟ إيه اسمعوا ترى ما أنا مفطر. إيش فيه إيش فيه تكفى أموت وعلي يضحك منه. الله يرحم والديك. والديك يعني انت متابعينك الله ما قصرت ولا يحرمك الاجر ابو ما قصرت وجيهم ومن يقول نحمد الله ونشكره عطى دقه ويقضي عنا وعنكم على المسلمين امين. ابها سعدي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 نبل ما يحبها يا سلام ها لا 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 نبل ما يحبها. ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك خير. هاي كيك شرها يا ابو سعيد حمد خوي دق له سوناتا 2022 الله يعطيك خير. هاي كيك شرها ان شاء الله يا رب جزاكم الله خير. داخليه جملي ها لا هذه يبي لها سفره لا عودنا ما شاء الله يبي لها سفره لا عودنا. السلام عليكم صباحكم الله بالخير يا رب يرحمك الله. ارحب يا ابو فارس يا ابو سعيد ارحب يا ابو مان اليوم اللي ما هي فاصل ارحب يا ابو شجعان ارحب يا ابو سعيد البقى يا ابو حسن الله يحييكم. سارحين سارحين باذن الله صوب مكه الله الله ناويين عمره وحاجزين متوكلين على الله سبحانه الله 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 ايه طيب عندي لغز يا الربع لغز بفلتر ولا بدون واللي يجاوب له 200 يلا مصوره وموثقه ها والراجع في 200 راجع ولا ما هو برجع يقول اسالك عن بنت لها عاشق يقول لها زوج الفصفص بس بس اكلها زوجي بطنها وشرب الدم عاشقها بالله الفصفص حمل لك الفصفص اول واحد في ذمتك طبعا تنتهي السنوات يروح يقول اسالك عن بنت لها عاشق يقول لها زوج زوج اكلها زوجي بطنها وشرب الدم عاشقها اي سكي ليش سكي اي سكي تشرب ذي ولا في ذمة ماي بالسكين؟ لا والله القهوة والدلة؟ لا الفصفص باقي ثلاث سنبات الفصفص أسألك عن بنت لها عاشق ولها زوج زوج أكلها الزوج في بطنها وشرب الدم عاشق الطلقة ريم البلوشي الطلقة الطلقة وش معها؟ كيف معها؟ مع البلجيك بس خلاص عبد الله مانع ابشر بالمتين حول يا تبارك الذي جعل في السماء ما تعرف يا مشفور ما انا كذا قهوه زرت امري يا ولد لا انت سلمت الله يكتب اجرك يكثر خيرك يا ابو عبيد لا انت الشيف طبعا يا الربع عبد الله متحدي ريان على 1000 ريال حلو طبعا ما يقدرون الاثنين يتحدوني لانهم يعرفون ايش بيجيهم صح يا ناصر صح ولا لا صح ولا لا صح يا تكال والله في ذبت مخيل الاطراف بس ما علي انا بعد ريان انا برسلك القرديش الله يبارك بس انت انا 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 ان
انت اللي بالشاكوش. لا 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 بعد لا يقرا لا يقرا فتة. بيض الله وجهك يا بيض الله وجهك يا بدة. بطل يا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا 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 ارحب يا ابو شجر تبي ادعي لك تبي ادعي كذا ايوه يا يا ايش اللي ايه تعرف ما تعطب يا ناصر بيض الله وجهك بيض الله وجهك